كل اولياء الامور، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وبسعاده دايما، وحابب ابشركم بنجاح ابنائكم. الف مليون مبروك ليهم، لان الشيخ صالح عباس زي ما اعلن دلوقتي ان نسبه نجاح الشهاده الابتدائيه 99.5%، والشهاده الاعداديه 98.7. رابط مباشر تحت دلوقتي تحت الفيديو، هتنزل تحت الفيديو على طول، هتلاقي كلمه اشتراك تضغط عليه وتفعل الجرس وتضغط لايك للفيديو، وتنزل تحت في الوصف هتلاقي رابط هيقول لك تنتقل على الموقع على طول. اول ما تضغطوا على الرابط على طول اللي هيكون اسفل الفيديو زي ما قلت لحضراتكم، هتدخلوا على المقالة دي. المقالة دي فيها الرابط اهو زي ما انا قايل، ونسبة النجاح لو عايز تعرف نسبة النجاح في الابتدائية قال 99.5، والاعدادية 98.7. المهم عايز تقرا باقي التفاصيل هتقرا، مش حابب ان انت تقرا هيقول لك تتيح بوابة لازر الكترونية السلامة انتهي من خلال الرابط الاتي. بصراحة احنا لقينا رابط كتير جدا من ضمن البوابة الالكترونية الازهر كلها مش شغالة، ولكن انا وصلت لرابط ممكن يكون هو ده النتيجة. فانا بقول لحضرتك من دلوقتي انت ممكن تدخل عليه وهتاخد النتيجة، وبرضه مش هتكون هي دي الرسمية، او مش او ما تتأكدش الا لما تشوفها من موقع واتنين وتلاتة تانيين، تمام؟ فهنضغط على الرابط، المفروض هيبدأ يفتح لنا رابط. ان شاء الله ان شاء الله هيكون الرابط ده هو الصحيح، لانه مكتوب فوق هنا كلمة الازهر، تمام؟ وانا عندي خاصية هنا بتوضح لي برضو الموقع، فكاتب لي هنا بوابة الازهر الالكترونية، وعلى مصر تقريبا الالف، فاكيد هيكون رابط مباشر ان شاء الله، تمام؟ زي ما ظهر لك دلوقتي نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية لعام 2019-2020، هنا ابتدائية وهنا اعدادية. شوف رقم ابن حضرتك، او لو انت اللي في ابتدائي واعدادي وقاعد بتسمعني دلوقتي، هتشوف انت في الابتدائي او في الاعدادي. لو ابتدائي هي مكتوب عليها زرقاء، عليها علامة زرقاء. لو الاعدادية هتضغط على الاعدادي وتعمل علامة زرقاء، وتكتب الرقم الجلوس الخاص بيك، وهتضغط كلمة بحث على طول، تمام؟ بحث على طول. وهنا نتيجة النقل لو عايز تروح لأي منطقة نقل أو الصفحة الرئيسية، تمام؟ بكرر تاني، شوف من كذا موقع برضو النتيجة، هل هي اللي هتطلع هنا هي اللي هتطلع هناك، وإن شاء الله يكون خير. وألف مليون مبروك لأبنائكم، زي ما قلنا النتيجة كلها يعتبر كله ناجح 99%، فربنا يوفقهم إن شاء الله. أشوفكم على خير في فيديو جديد، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتعمل مشاركة عشان يوصل لكل الناس. كنت معاكم يحيى داود، ومع السلامة.